عقد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أول مؤتمراته الانتخابية، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا. وأوضح الدكتور عبد السند يمامة أن برنامجه الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل. النهاردة المواطن المصري قبل أحداث غزة كان يهتم بالعنصر الاقتصادي، النهاردة بالنسبة لمصر الغزة جزء من أمتنا العربية وجزء من هم المصريين، وبالتالي البرنامج الانتخابي يتضمن ثلاث عناصر هامة: الشق الاقتصادي، التعليم باعتباره قاطرة التنمية، وكذلك الشؤون الخارجية التي يهتم بها كل المصريين للتضامن مع غزة. وحزب الوفد في تاريخه دائما ما يقف مع أمته العربية وقضية غزة في قلبها. حزب الوفد معروف دائما بدعمه للدولة المصرية في طول عمر حزب الوفد اللي يمتد ل100 سنة، فهو داعم للدولة المصرية، داعم للمصريين، يحاول يحقق الديمقراطية، يحاول يرفع من حياة الشعب المصري عامة. ده هيبان مدى الفرص المتاحة من خلال المدة بدءا من الحملة الانتخابية أو بدء إلى إعلان النتائج. هذه المسائل كلها لابد أن يكون هناك الحرية والديمقراطية والمناخ السياسي الصحيح ليعرض كل مرشح فيها برنامجه على الناس، وأن يكون الناس خير حكم من خلال التصويت عبر صناديق الانتخاب، باعتبار أن حزب الوفد لا يؤمن إلا بالوصول إلى الحكم إلا من خلال صناديق الانتخاب في ظل انتخابات حرة نزيهة.